120 دقيقة، لكن دايما بتقول التاريخ قدامك وانت بتلعب ولابس قميص النادي الاهلي، التاريخ قدامك تعمل بطولات تعمل انجازات، لان وقتك جوه النادي الاهلي لازم يتعد باليوم بالثانية. هي حرت ليه كده من روحك؟ خد يا أسامة. أسامة الحمد لله طبعا، يعني بطولة في توقيت مهم، يعني جاية في هي بطولة السنة اللي فاتت طبعا، يعني كان مهم جدا برضو ان احنا ناخدها. طبعا بتلعب في توقيت مش سهل بالنسبه لك، طالع من مباراه الهلال وبعد كده دخلنا على مباراه المحله، والنهارده نهائي كاس مصر، بطوله بروحين برضو، لان انت لو خسرت لا قدر الله النهارده ما كنتش هتلعب مباراه السوبر، فبروحين هي. لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، يعني بطوله كاس مصر من البطولات او الكاس عامه في العالم كله من البطولات اللي بتصعصع الانديه الكبيره، مش هي البطولة الأم، البطولة الأم هي الدوري بالتأكيد، لكن كان مهم جدا بالنسبة لنا إن احنا نحصل عليه النهاردة. يعني كابتن سيد، بعد هدف بيراميدز أعتقد دور جمهور النادي الأهلي، وشفنا تفاعل جمهور النادي الأهلي، اللي أنت يعني أكيد أنت مقدر وجود جمهور النادي الأهلي وكلمة السر في كتير من المباريات خاصة في الفترة الأخيرة. طبعا، يعني مباراة محتاجة الجمهور ده، ولو كان طبعا فتح أكتر هيجي زي مباراة الهلال، يعني جمهور أكتر حاجة أو أقل حاجة ممكن توصفها إن هو جمهور عظيم بجد، يعني مساند ومشجع في كل الاوقات، دخل في الجون، تقدمت بجول، كنت متقدم في الترتيب، متاخر في الترتيب، بتلعب على البطوله، بتلعب في بدايه البطوله، يعني قايم دور رائع جدا. الحمد لله رب العالمين على كل شيء، مبروك للعيبه ومبروك للاجهزه كلها، سواء كان الفني او الاداري او الطبي او العمال او التاهيل او العلاج الطبيعي، كلهم بشكرهم. يعني النادي الاهلي دايما بيدينا مثل، كابتن الخطيب، وانت عارف ظروف تعب الكابتن الخطيب النهارده، حريص ان هو يكون موجود. اللقطه محمد الشناوي مع الكابتن الخطيب، وانه حريص انه يكون موجود ويرفع معانا كاس البطوله، النادي الاهلي دايما بيدينا دروس للقيمه وقامه زي الكابتن محمود الخطيب. طبعا، يعني الاهلي اهم حاجه فيه العمل المؤسسي. العمل المؤسسي في النادي الاهلي، طول ما انت عايز تطمن على النادي الاهلي تعرف كويس قوي النظام، العب في الاشخاص زي ما انت عايز، فلان يبقى موجود فلان ما يبقاش موجود، لكن ما تلعبش في السيستم بتاع النادي. سيستم النادي فيه اداره تنفيذيه وفيه اداه مراقبه وفيه اداره هيكل لقطاع كره القدم، كل واحد له شغله، اي تدخلات في شغل الاخر ما اعتقدش انها بتبقى النتيجه مظبوطه. يعني كل واحد له دوره وكل واحد له شغله، واللي عايز يبقى امين على النادي ده يعرف كويس قوي ان كل واحد الدور بتاعه، كل واحد الشغل بتاعه. ما وفقش خلاص يتكل على الله، يعني ما فيش مشكله يجي غيره. يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى وبشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر اللعيبه، مؤسسه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، من مجلس اداره، من لجنه تخطيط، من مشرف على الكوره، من لعيبه، من جهاز فني، من عمال، من اداره، من جهاز اداري، من علاج طبيعي، من جهاز طبي، من تأهيل، كلهم أدوا دور كويس قوي، كلنا بنكمل بعض، كل واحد له دور صغير ممكن يبقى أقل من التاني، لكن الكل ما تستغناش عنه. يعني بعد الفوز بعد الهزيمة دايما الكابتن سيد بيدينا رسالة للي جاي، النهاردة بعد بطولة هتقول إيه للعيبة، وإحنا عندنا لسه مشوار طويل، عندنا الدوري، عندنا بطولة أفريقيا، هتقول إيه للعيبة النادي الأهلي؟ أقول لهم طبعا، يعني هي بطولة كانت خدت من تركيزنا شوية في الثلاث أربع خمس أيام اللي فاتوا دول بعد مباراة الهلال، يعني بشكرهم على الفصل كمان. يعني في ناس تقول ان فصل البطوله من البطوله ده شيء سهل، ده شيء صعب جدا، يعني لازم يكون عقليه كويسه واللي يديره كمان يكون بشكل كويس. يعني لك ان تتخيل ان انت في مباراه الهلال، يعني مهم جدا ان انت تشحن البطاريات كلها والتركيز والدوافع كلها رايحه لمباراه الهلال، وبعد كده تفصل لمباراه المحله وبعدين تيجي على مباراه كاس مصر. انا من الناس اللي بؤمن جدا بالاجواء الايجابيه والطاقه الايجابيه، يعني بحب اشتغل في الاجواء ديت، ان انت تعمل جو كويس يبقى ليك رصيد عند الناس اللي حواليك، لان واحده من الاسباب المهمه جدا في عالم توفيق كره القدم هي الاجواء والرصيد اللي بيبقى ليك عند الناس اللي شغاله معاك. اشكرك يا كابتن سيد وبالتوفيق دايما. اعتقد كلام مهم جدا يا كابتن ايمن من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، كلام مهم جدا بيلخص امور كتير جدا. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.